هذه الدودة تسمى بالمستورقة، دودة عجيبة جدا، قد لا ترى فيها ما يميزها من الخارج، ولكنها تتميز بميزة خارقة جدا، ونحن نحاول فهم هذه الميزة. في حال تقطيعها، وهي طبعا لن تشعر بالألم ولن تتأثر في بعد كل هذا التقطيع، لن تتأثر ولن تشعر بالألم، ولكن ما يميزها أن كل جزء منها سينفصل وسيشكل كيان ومخلوق منفصل عن المخلوق الأصلي. خلال يوم واحد ستلتئم جروح هذه الدودة أو كل جزء من أجزائها، وسيبدأ في الأجزاء التي ليس لها رأس، سيبدأ أحد الطرفين يأخذ شكل الرأس، بينما يأخذ الطرف الثاني شكل الذيل. يعني خلال أسبوع سنجد أن ظهر لها عينين في رأسها، وبدأت تأخذ ملامح واضحة للدودة الأصلية أو الدودة الكاملة النمو. في غضون تقريبا 12 يوم تبدأ هذه الدودة بالتصرف كدودة مكتملة النمو، ولكن سيتطلب الأمر تقريبا 3 أسابيع لتبلغ من الطول والحجم طول الدودة الأصلية. يعني بمعنى آخر، دودة واحدة تقطع لعدد من القطع، ستصبح كل قطعة من هذه القطع دودة منفصلة تماما برأس وذنب. هذه القدرة كانت موجودة عند بعض المخلوقات التي لو قطع منها ذيل أو طرف أصبع ستعيد بناء من جديد أو زراعته من جديد. طبعا هذه القدرة العجيبة يعزوها العلماء وينسبها للعدد الهائل أو النسبة الهائلة للخلايا الجذعية الموجودة في جسمها. فتقريبا 5 خلاياها ككل هذه الدودة، 5 الخلايا هي خلايا جذعية، تأخذ بشكل خلايا وظيفية لأي جزء مفقود ويمكن أن تستعيده. طبعا هذه الجزئية موجودة عندنا كبشر عندما كنا أجنة، فتخيلوا لو نستطيع أن نعيد هذه القدرة. العلماء في أقصى ما قدروا، يعني ما وصلوا له في الفترة الأخيرة، هو إعادة إطالة أصبع أو ما إلى ذلك. تخيلوا لو نقدر نزرع ذراع كامل.